شوف اليوم الخلط اللي وقع في إدارة فريق الرجاء باش يقحموا في الوقت. قبل ما ندخل في التفاصيل ديال الموقع فريق الرجاء في إدارة موسى، كنتقدموا لأن مر الأسبوع الآن على وفاة طفل الريان الله يولي برحمة الله، تعزينا الأسرة ديالو ككل. بالنسبة لفريق الرجاء، المشكل اللي وقع الآن ديال المدرب مارك فيرموت، كنظن أن المدرب كان ديجا الماتش ديال السوبر كوب اللي كنا تبعنا وكان في الاحتياط، المثال لا داك اللقاء كيبقى داك اللقاء محسوب على الموسم الفارغ، كان ميصيفطو لا ليست ديال لي جوار الجداد، كان المكتب المسير يعاود يفيريفي لا ليست كلها ديال الفريق بما فيهم القدام وما فيهم اللاعبين اللي جداد. المشكل الان ها هو الدغاي هو اللي غادي يقود الفريق من الاحتياط، وبما ان المسؤولين ديال فريق الرجاء قاموا بهذا الغلط، كان على الاقل على الاقل لا ليسكولا ديال الرجاء كانت كلها بلعاب لعاب. كنظن انا الفريق ما ينهزمش على حسب من خلال التتبع ديال التدريب ومتابعه المواقع الالكترونيه والصحف وكنشوف البلاد، الفريق ما ينهزمش. اللعابه جداد باغيين يلعبوا، واللعابه اللي كانوا باغيين يبينوا العلو كعب ديالهم. اظن ان الفريق يعطيته يعني كاع الامكانيات ديالو في الملعب باش يفوز، لكن المساله اللي كتبقى دابا هو الكونيكسيون ما بين دغاي وما بين المدرب، كيفاش هو لا غولاسيون غتكون ما بين البونتوش وما بينه هوايا. هذا هو علاش كنا كناديو شحال هادي. انا شخصيا كنقول للمكتب مساعد مدرب مغربي، لان كون كان دابا مساعد مغربي بحال السي محمد البكاري ولا سعيد الصديقي ولا لاعب اخر غتسهل المهمه، ياخذ لا ليس والتكتيك يبان، يبانوا اللاعبين اللي غيلعبوا في الهجوم، اللاعبين اللي غيديروا لا غولاسيون ما بين الهجوم والدفاع والوسط الميدان وحتى الاحتياط، ولا كان شي بليسور غادي يسهل على الماموريه. كنظن بان المكتب الان خاصو يراجع نفسه، وحنا اول لقاء نلعبوا الشامبيونز ليغ اللي نتمناو رغم ان صعوبه الماموريه، نتمناو الرجاء والوداد يكونوا في النهائي. تنتمنى الرجاء تربح اليوم ان شاء الله وما يتكررش هاد الاخطاء اللي كانوا دايرين المدرب، وان شاء الله يربح ان شاء الله. شكرا. المباراه كنتمنى لهم يربحوا ان شاء الله بشي نتيجه مزيانه، وان شاء الله يورينا كره نتفرجوا في كره شي كره تكون مزيانه، والله يسخر لهم الله يسهل ان شاء الله. تنتمنوا يجيبوه ان شاء الله. واخويا خطا اخويا فادح، ونتمنى اخويا الاداره ما بقاوش يعاودوا لنا بحال هذا الشيء، وراه ديما راجا اخويا تلموس الراجا حنا عارفين ان شاء الله يديو هذا العام الكوب والبطوله ديال الرجاوي ان شاء الله. الله يخليكم ديما الفوق الفوق.